التوافق السياسي ده لحد دلوقتي؟ المواطن للاسف مش شايف التوافق السياسي، ولكن اتمنى ان اقول لك حاجه. دايما البرلمان قاطره. مين اللي القاطره بتاعت البرلمان؟ هي حزب الاغلبيه او مجموعه الاغلبيه، ائتلاف الاغلبيه، سميه اي حاجه، تمام، بس هو اكبر مجموعه متحده في البرلمان. هذه قاطره، يوم هتتحرك سياسه هتفرض على البرلمان كله يتحرك سياسه. ولهذا بنناشد دعم الدوله ان نبدا نتحرك، تشريعات، قوانين، رؤية اقتصادية، مشروعات، يعني مش لازم قوانين بس، تقدم مشروع لوزير، مشروعات تتقدم، تبدأ تجر الكتل اللي وراك لنفس المعركة، لأن انت كبير. فربما ما تبدأ دعم الدولة تتحرك بشكل موضوعي.